بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عند هذا يال ومرك لا يبرنامج كني ورئيس قطع طبعات كون ندك جسوا كتبنا إنه استوديو تي في إنه فرسل وكله مجال نيروبي برنامج كنا ورئيس قطع طبعات كوا حمرتي إنه هو حلقان شيخ خديجة شيخ آذن شرع وأه معلمات كتخصص تربية إسلامك إن وحنا كم تهاي هوانك أول ولا يا إن سيدا هوانك إيش كوكاشن الهين يدنك وح برشة ما دام تخصص كده ومعلمة ديها واحد على لها شيخ خديجة إن دور مرادت كقاركي لقيا بين هرك وجودا وذن إن هذا جل قيم كشيء بشير رمضان كسانكي ودرس الدين أه تذكر أكو أركان إن أنت أسكبنا هذي قف قدام على شيخ خديجة حقا وح برشة هذه هلك وح كبرتي إن مدة دي أنت أنا أتكسر ده حجرتي إن هذا معلمات هاتو يا وح يابي هرمر لتعبان كري هذا هوانك كعوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن أرتعني أن مدرسة ثانوي وحن وقب حي مسكندري مقالة كمبلة أن حلقي إيد أمين أتشوقي 1999 مركا ماشى سامحان كفري إن معهد هوانك أنا وفري أو معرتي دروس إسلام كأكبرن هين معهد كيو إيه فرن يا قلاسي إذا من كل عيبة ودك كدعي وكسوق حني مركا كبعدي إن وحن هلي كان معهد ين سعود كهلي كلية التربية ين كسوب حي أو كان معهد غيبت يعني تربية إسلامك تخصص إسلامي دراسات إسلامي أيام بتشلر كسوقاتي مركا كبعدنا وحن كتشري سدي أنا وين كا سوماليد قاران أو إلى أفريقيا أو حبر لها أما هرمر أنا قص مين لها وحبدا إن وش حد أقول مهم سن أو قدم بيوحوها مقال قارسو ومقال ذي أهيد أيام وحن كفري سكول يمدرسة سكوتشرا أنا قبل كله أو جروب سكوكاشني، and جروب إسلامي أنا جوا، يعني كفرني، سكول كهذا وكفرني هاي، and سمايا إنتجريتيد باليرة هذا، وحوا أها سكول كي إنتجريتيد أو نوت إستن أجوه رجيه، أما واحد ولا دي كلا ودم كلا نحو كفرنا مركز كهر، مقالة من باس سكول أبو هريرة اللي يراد أيا كفرنا إنتجريتيد، كي كل شيء وحوا أها كايج. إن هذا ما شاء الله هو هرم مري إن قرير وكرة عن كوب اللوني هذا لكن دول بولي هاي وحاقود بسن تقريبا لواتن إيو دور فصل باقود بسن قيب تحفيظ قرآن هو لي هاي إن إيه قيب برايمري مسجد بولي هاي مكستو ويري هاي لابد باقا هو كورن هاويون كأي قبلو لي هين خوصنا ويلشا إن وحا هذا نو سعودة أو اسمي سعودة قيب سكندريا وإنا أفرنا عن رجينينا إن شاء الرحمن مركا إنت أسنا وحن كفير وذي وعي قلم بدن وهوين كحق وذكو سابسا سكول لذا أيان أنا يقبلك لمحاضرات كبحين جرني سيدة سكول بودين أهو نيب قالس لي رادة سكندري ومسلمة سكول لبدن وبرايمري مركا مدى بدن بان كل حجرني هوين كدوكسي قارها أفرني وعي قلم بدن بان سين جرني مركا بعدي أدو سكول كوا نوتا بقلي أدو سعودة تقريبا شن بقول إيو إحلا تشير أو الموت بعدكتا إلا كنتم إيو روح باش قالكا مركا بقعد أولي هاي أو دول دو نسيسي لول أولي هاي دول دو نسيسي يو ما أرقتي كويا لا أو ودادا دير أو مدكاري آديسا دين عبيد حدا كسارا أدو سكول كاس بهدا أقوى راكسن أما أقوى جدا بيجي وحقبت كأن مارتي سمعي أن وحقبت كي قدرت كار جارس ويا قانين حلقي دولة كباك أن أو مستر آدن وعاد عالي وصاق لي وحال السي أو المرن بلد بالسي أو دولة السي سي وحقبت كيجي يعني أنا حق الدمر كجارهان وقابن هاي لإيوسي إلى حد نوان ودا مركا هوشن وناس عطا إن وح أنت أسئل رمشي كلا أو عن كوع يجرين كراويان كنا وانك قيب قاطع وقرت إن شيخ قديجة برنامج كنا وحنو كجهل دونا إنك صد معلمته هاي
in haween horta wax la baro ay macna leedahay walaa dad badan ay aaminsan yihiin meel haween hadda ay hayso laga aflaxo badan inaysan jirin in iyada laftirkeeda ma ku weydiin doonaa barnaamijkeena waxaanu diirada ku saari doonaa siyaasadda iyo dumarka iyo diinta islaamka waxay ka qabto dad soomaaliyaan nahay hadda wadankeena isbeddel ka jira doorasho soo dhow in haweenka inta badan waxay tilmaamaan in 130% loo qoondeeyay aysan helin in diiniyan horta qofka dumarka ah maxay siyaasadda u ogoshaa siyaasadda samaxay tahay laftirkeeda bismillaah raxmaan raxiim horta anigu siyaasi ma ahay oo siyaasadda aragti dheer uma lihi balse xoogaa aragti ah waxaan u leeyahay xagga islaamka dumarku waxay ka mid yihiin mujtamaca ilaahay subxaana wa tacaala uu bini aadanka ka beeray mujtamacuna wuxuu ka bilowday nebi aadan calayhi salaam iyo ummuna xaawo calayha salaam ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala bismi illahi raxmaan raxiim yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام آيات داس أوه الرئيسة سورة آيات دنب مقعيدو يي سورة النساء اللي يرادو سورة ده هوينك أيا مقعيد اللي يرادو وسورة الأفراد قرآن كسورة الفاتحة البقرة العمرة midda ku xigta suurada afraad iyo markii kor laga soo tiriyo suuradaas bilowgeeda ilaahay wuxuu noogu sheegayaa subxaana wa tacaala in uu makhluuq oo idil ka abuurey aadam iyo xaawo ka badina uu ka beeray makhluuqa adduunka jooga marka haweenku sidooda waxay ka mid yihiin makhluuqa ilaahay uu ku beeray adduunka haddii laga maarmana laguma beermeen luguma beereen adduunka ilaahay wuxuu u keenay in aan ragga iyo dumarku kala maarmin marka inay isku xariiriyaan raximka iyo wixii kale oo caqiide iyo mabaadi ah waxaasoo dhan bay ka hadlaysaa aayaddu sidaa darteed haweenku waxay ka mid yihiin mujtamaca adduunka bini aadamku waxay yidhaahdaan waa nus mujtamaca nuskiis bal waxaa laga yaabaa nus inay ka badan yihiin mujtamaca nuskiis inay ka badan yihiin marka sidaas darteed horta waxay ka mid yihiin mujtamaca ilaahayna wixii uu u keenay ayaa jira oo adduunyada uu u keenay subxaana wa tacaala inay ka qayb qaataan bini aadamka waxaa loogu talagalay adduunka inuu camiro oo wax alla wixii uu ku camiri karo waxqabadkiisa kala duwan uu ku camiro koonka dee ummaddaas camiraysa koonka ayay ka mid yihiin haweenku marka anigu inkastoo aanan siyaasadda aqoontayda ay ku gaabantahan aqoon u lahayn horta waxay ka mid yihiin mujtamaca waa sidaas ilaahay ku beeray adduunka diintu laakiin wax walba ku cadda sida wax loo cuno sida loo socdo sida loo hadlo diintu waxay ka tagtay malahan maxay haweenka marka u ogoshay diiniyan inay horta siyaasadii galaan subxaana wa tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shayin kitaabka ilaahay wax aan kaga tagnay maleh wax kasta oo loo baahdo waa laga helayaa diinta marka haweenka horta waxaa khaldamay oo laga leexday barnaamijka sidiisaba ilaahay subxaana wa tacaala adduunka markuu mujtamaca keenay dastuur la-aan ma uusan keenin aadamiga wixi ay sameeyaan waxay kusoo daraan warbixin masaanicdoo kale masalan warshadaha baabuurta diyaaradaha wax walba mashiinada waxa walba waxay leeyihiin macluumaad loo raadraaco oo sidii loogu dhaqmahayay laga raadraaco waa wixii bini aadamku sameeyey marka maxaad u maleyn wixii ilaahay sameeyey ruulis la-aan ma uusan dhigin wuxuu dhigay u yeelay makhluuqa mas-uuliyad buu ilaahay u yeelay subxaana wa tacaala ruulis buu kusoo daray markuu abuuray ruuliska ku kala dhaqmi lahaayeenna kitaabka ilaahay buu ku sugan yahay marka haweenku meeshay kaga jiraan adduunka iyo wixii ay leeyihiinba horta kitaabka ilaahay buu ku cadyahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal haweenku waa lamaanaha ragga oo kale raggay la dhinacyin jeexii dhinaca jeexii ragga weeye ragga jeexiis bay la mid yihiin yacni bini aadamkii waa laba jeex jeex ragga iyo jeex dumara jeexaasay ka mid yihiin walaakiin qolo walba
إلهي سبحانه وتعالى أن وحبه أقول تلقله مركا هدي وحي أقول تلقله اللي يراهده هلا مريو أدونك وهجاج هي وأي دستور كإله أقول تلقله هدي اللي قلقه مركا وح خل دم لها أبو ملها لكن هدي لقى بدله هدي وحي نقول يا شا كذي شد كذي قفتي مركا أنا هدي ويديسو وح إسلامك وأقول يهي والأمر ورتب ملح وين من قنكرته كبنا بدن الصومالي هذا حارقنا فيسبوك ومشرحين كأه وترتن كجرو ناقول بإلا ده مدحوينا نهاي هرت هؤلاء الصومالي ما شاء الله إن أي مدحوينا هويستان أنا وحنا سلي إلا بس سبب باكنتي سبب تهرة وحاوي إن ودن كوا بربوري مركو بربوري رجع وحكومة مشغولة أنتي سبدن إن أيق استقالان oo wax walba isku qabsadaan qabyaaladii ay horiyaan aan kaalintoodu way ka baxeen marka masuuliyadeed in badan ba ka baxday haweenka ma sha Allah waxay soo galeen kaalin lama ilaawaan ah oo waxay soo galeen kaalin wax qabadkeedu muuqdo reerihii bay anfaceen mid dibad jirta iyo mid daaqil jirtaba caruurii inay u xamaalaan qoysaskii inay biilaan in ilmihii wax baraan wax badan bay haweenki qabteen marka madama ay وحقبتكي رجع حلكي وصارنا إلهي ساري إيه كادي أي سكدر سدين هرت إني هويستان مدح إني جلان حنسله السبب تكينتي تاسو أكمل سبب تلبعد دتكي هدي وكل بربوري أو لكل تجي وحال تجي دي بدها وحال عركي هوان وشرحان أما نقضيبة أما أهبة بقرأي مدح وينيال إيو سير أنت كده حلو marka haweenkeenina waxay dheen dadku asba waa haweene anagana maxaa uga duwan marka labadaas arimood baan waxaan isleeyahay u sabab ah in ay haweenka Soomaalidu maanta ay haweystaan in ay horta madax noqdaan balse waxa weeye mujtamaacadka adduunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in qaanun buu soo dejiyay qaanunkaas waxa la yiraahdaa qaanun samaawi waa wax samada ka soo degay waa kitaabka quraanka ah iyo sunnada nabiga kaleey salaam waa wahy lama bedeli karo aan lagu ma sameyn karo aan dib u habeyn ilaa iyo qiyaama intii laga gaarayo asaga adduunka sidiisaas buu ahaanaya laakiin bulshooyinka adduunka waxay sameysteen nidaamyo iyo ma arti qawaaniin wadciye la yiraahdo iyaga degsadeen xeerar bay degsadeen nidaamyo kale degsadeen haddii nidaamyadaas kale lagu dhaqmahayo gabdhuhu kaalinta ay gali karaan bay ka galahayaan meesha ay wax ka helayaan hadii la yiraahdo laakiin aynaga dhaqan iyo xeer iyo caadad baan lahayn hadaanahay mujtamaa Soomaalida xeerkeen iyo dhaqankeen iyo caadadkeen iyo diinta Islaamka hadii la yiraahdo ayadana dhinac kale weey dhinac kale ka galayaan marka sideeda diinta Islaamku haweenka uma diidana inay shaqeeyaan حارانا كما أها ومشروع وارن بنان وشرعيا كبنان إن الشقيان لكن شروط بإسلامهان وقو بنانت هدي شروط داس اللي هلو وشروط داس اللي مادان وقو بنانت ويح عن شروط داس كريبين ويقو بنانت هدي شروط داس وح كريبتنا هدي سيد إسلام كو قبو وإن كهران ويح شروط داس كريبتو محاكم دهال ليه كرا شروطها وكو يلا بيصد حد داتك حسي كرتاها kow iyo laba hadaan ka xuso kow horta mid ugu horeysa waxa weeye oo qof walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan markuu uumay oo binaadanka ku uumay mas'uuliyad buu saaray mas'uuliyadaas waxa jirta marka mid rag iyo dumar kaba wada saaran Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلهي وحير سبحانه وتعالى أما نذا أيان أدونك أصوبا لقني أما نذا أدونك أصوبا لقني الدنيا ذا مركا أصوبا لقني سماوات كان أما نذا أصوبا لقني أرضا ذا أصوبا لقني بورها أصوبا لقني وي ديدين يقو كعب صدي مخلوق إلهينا كمالها ألي أمر ديدو لكن حيث سين inay qaadi kirin oo ku culustahay amaanadaas amaanada iyada ahayd bini aadamka Ilaahay u bandhigay bini aadamkana uu qaatay
وحاوي و وحيابها إلهي وكفر اليالي وحدود يسهد بها وسمائي إن الله كو أدعان كون راعان وحي أمري وحي كريبين أي كهران أما أنا ناس بن آدم كو قاتي إن رجل دمر بوي سارنته مركا كالنتو دي كليين هوينكو أو وي سارنته وحاوه الرأي وحاوي أما أنا ناس إن قبل مسلمات داهو أي كسو بحي كرته وإلهي إنو مراقبين هاي أو أرك هاي أو ميل والبابا وكو أغي هاي وح موقضة يحقر سوامبا كو إني أمانة داس أي إلاليسو أي وحي اللان كم تاي دادك قادي أمانة دا إلهين سبحانه وتعالى رق يدمر با أمانة داس قفكي قاتي أو كسوبحة أبا المرين بو أغو تلقل الله سبحانه وتعالى وحي لي هاي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بعضكم من بعض إلهي وحي سبحانه وتعالى الله وحي كأقبلي المجتمع أدونك تشوغة مسلم كأ بريضو ديب كأقبلي فاستجاب لهم وكأقبلي وحي إلهي كير أني لا أضيع عمل عامل منكم إنا ننقف شقا قبطي شقا دي سي أبا الآن أنا سينينين أن كأبا المرينيو من ذكرين أو أنثى رق يدمر وحو أهادب كي رق يكي دمر قار كين قارك كلي كي كيهين يعني ذات اسكملها يه وقار بقارك كلي أي كمدهين باتين لكن أما أنا داسو إذو ودا سارنت قوفك كسو بحانا أبا القد كيدي واود لي قوفك كسو بحي واينا عقابتي إذا أيو لي تاس مرك كووي إني أما أنا دي بن آدم كو قاضي أي إلاليسو مد اللباد قبر المسلمين دا إلهي سبحانه وتعالى حجاب إنه كركيد أي حجاب تكوى تبي إن إلهي وحكير النبي سبحانه إلهي سبحانه وتعالى وحكير النبي عليه الصلاة والسلام إن يا أيها النبي إلهي صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحكير قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هوين كاغا يجب هذا يهوين كمسلمين مؤمنين او ادل وحد كتر هذا داركودا تشركودا كددان وهاكو قريان مركا هاداي قبل مسلمين دا حجاب انتهي او حجاب كيدي اي ودته او قرصون تهي مسألة خلافية او وحد شرتا وجيغا حقيسا وخلافي او علم ماذا ان بدن وحي قبان ان لا استره إن كلو بدن وحي قبان إن وجيغا إيو كفين كاس أي بنايسان كرتو قوادة مسلمات دا وحي كفين كاس إيو وجيغا كسو هارا قوادة هاد تشركي دي أستوريني هاي وحجاب كي إسلام كو أبرني أو شرعيغا أها أي قبتو أو شقادة أي قبان يسو أي كو حجابان كرتو لو مديدنا وحا كالي أو صدح كو أه قوادة مسلمات دا اللوما أو قلا اختلاط وحلي يرادو اختلاط كو وحا ويهي يعني إن أي سكون حمل مان رجع يدمرك إسلا جالسان إسلا فريان إسلا عنتيان إسلا شاكستان سكون حجران أو محرم يسوق هين إسلا حبودان تاسنا اللوم أقوله تاس هذا الجبل وكبد بعد يسوق أو أي اختلاط إن أي سنكو جلينين دينت إسلامك وجبر ده مسلم ده إيو إن كده جرج الله حيره ولا بود كل كويهن خلوي وأركته خالي نمو شرعيا waalugu xukumi kara gabadhaas ninka inuu wax yeelay meherkeed waalugu xukumi kara marka diinta islaamku uma ogola wax khalwo la yiraado rag iyo dumarka hadii uu la khaali noqdo buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam nin haduu naag uu san mahramkeeda ahayn la khaali noqdo waxa shaydaanka saddex ku abuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam nin uu san naag la khaali noqonin illa haduu khaali la noqdo kali la noqdo khaalinimadu waa kalinimo ان ثالثهما الشيطان وحا صدح كو الشيطان مركا سدا درتيد حداي كبد بادايسو خلو دينتو ام ديدنا اني شقيسو شردغا كله وحا ويي او دينتو اي كو خيريسو ان غبد مسلمدا ان وحا ويي شقدي الله سبحانه وتعالى كون كان مركو ابوري قفل بو وحبو اوغو تلغلي wax kasto ilaahay sameeyeen xikm rabaaniya ku jirta xikmad ba ku jirta maslaxa guud iyo mid gaar ba u ah ee mujtamaadka adduunka
marka gabadha markuu abuuray Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu abuuray oo ugu talagalay mujtamaa wuxuu ugu talagalay in qoysaska ka bilowdo gabadha marka qoyskeeda mas'uuliyadda weyn oo ugu muhiimsan waa qoyskeeda gurigeeda ilmaheeda iyo ninkeeda xuquuqda ay ku leeyihiin in ay ilaaliso xuquuqdaas marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qayb asagu uu ugu talagalay oo uu ku abuuray uu ku siiyay oo aan ragu la qabin oo la lahayn midalan ilmaha odagii iyo hooyada ay wada dhalayaan ilmahaas dartood reer bay sameeyeen in gabadhii wiilki reer bay wada sameeyeen reerki Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawsha korkoreyd ana wuxuu saaray rag hawsha gudahaana wuxuu saaray haweenka yaani waxay ka dhigantahay wasiirka arrimaha gudaha oo kale ka dhigantahay ummadu waxay ka bilaabataa qoys mujtamaa qoysasku ka bilowda qoyskaas arrimaha gudaha iyo arrimaha kharijku leeyahay arrimaha dibadda ragga qaabilsan kuwa gudahana haweenka qaabilsan haweenka waxa ay u qaabilsan yihiin duruufo badan oo jira awgood oo ragu la lahayn midalan haweenka caadada ku dhacaysa bil kasta intay wax dhalayso dhiig baa ku dhacaya caado la yiraahdo haweenka xamilay noqonaysa ilmay qaadaysa sagaal bilood bay caloosh kuudaysa haweenaydu way foolanaysa way umulaysa way nuujinaysa way xanaanaynaysa ilmihii intaasoo dhan iyada gaar u saaranta markay gaar u tahay haddii arrimahaas markay ka soo baxdo oo intaa oo ilmaheed ku saabsan haddana xuquuq baa ninkiina ku leeyahay inkastoo xuquuqda uu ku leeyahay ayana mid la'eg bay ku leedahay oo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walahunna mislu alladhi alayhinna bilma'ruf haweenku waxay leeyihiin xaqa raggu ay ku leeyihiin mid la'eg oo wanaagahay ku leeyihiin iyaguna marka xaqi ninkana inay ka soo baxdaa la rabaa marka shaqadeedu hadaynan hawlahaas wax u dhimeynin oo shaqadii ilmaheeda ilmi iska dhal oo tuur ma ah ilmi waxay rabaan barbaarin waxay rabaan barbaarintu waxa way barbaarintu waa laba nooc maadaama aan macallin ahay anigu yaani tarbiyadu waa laba nooc tarbiya khulqiya khulqiya iyo tarbiya khilqiya tarbiyad abuuritaanka qofka Ilaahay uu abuuray in la koriyo iyo tarbiyad in la tarbiyeeyo oo aqligiisi iyo aqoontiisi la tarbiyeeya waxa marka haweenka hawshaas iska leh inteeda xoogan in ilmihii kubcintoodii iyo barbaarintoodii xaq aqliyan xaq nafsaaniyan inay u dhisto moraalkoodi dhisto naftoodi dhisto jirkoodi dhisto caafimaadkoodi la socoto wax walba ay maartay caadifadoodii iyo naxariistoodii ay maartay ilmihii ay hooyo la'aan ilmuhu naxariis iyo caadifo ma yeelanayaan kalgacayl ma yeelanayaan waxa soo dhan waa wax Ilaahay uu ugu sameeyay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u sameeyayna maslaxad ku jirta ayuu u sameeyay marka shaqadeedu hadaynan wax u dhimeynin shaqadii aasaaska ahayd aasaasiga uu ahayd intaas oo la yidhaahdo qaban kartaa shaqadaas wadi karto waa midaas nabigana wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kullukum mas'uulun buu yiri mas'uuliyadda markuu kullukum yiri dhammaantiin mas'uul baa tihiin soo tiriyey ilaa madaxweyne ilaa hoos u keenay wuxuu yiri haweenku waxay mas'uul ka tahay gurigeeda iyo ilmaheeda guriga ninkeeda iyo ilmaheeda mas'uul ka tahay mas'uuliyadda guriguna marka ma ahan gurigiio la isugu yimaado keliya laakiin waa in guriga wax laga soo saaro oo nafac laga soo saaro haddaynan mas'uuliyaddii aasaaska ahayd oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii hore ku abuuray aysan baas u noqonaynin oo ka dayacmaynin oo shaqadeedu dayacaynin shaqadu waa u banaanta gabadha oo mas'uuliyaddeedi ka soo bixi karto waxa kale oo shuruudaha ka mid ah shaqada gabadhu qabanayso inay tahay shaqo ku habboon oo gabadha yacni ku fiican laan anaga dumar markaanahay waa ognahay waxyaalo badan oo aanan geli karin baa jira sida hadda xamaalka oo kale wax culus qaadida warshada waaweynka shaqayntooda waxyaalo badan ama ha ku ahaato wax aan ku foolxun
أما وح كل علوسها أهاتي وح كلاه كمد أه إذا إني هيسته ولجيه ذك هيسته ولي وحوا جبرنا ولي الآن ما دعده جبرنا عبيد بقولي أمرك هري وأنا كمهيرين هاي أول عيد يدل هذانا هذاي كجورسته وحولي أنا كده هذين إنك أما كده أنتوا أما لفرو عبيد بكسون قنيسة ولا عيد الآن جبرنا ما دعده ولي الآن ما دعده ولجيه ذك إني إذا كهيسته أقلانشوا شقلا أو كهيسته شروده هاس هذاي جبرنا فلسه شقادنا أي مد أي كسب بحكرته أي تهي دين إسلامك كم حرمين وهو أقولش إن مرك هذا الصومال هذا لفيري حلي كان هذا أنكو جرنا إن هواين بدن بواحد ربان إن أي شقق كستو لقب طبع إذا دمر كأي سكمر نين هذانا الصومال واحد هذا مال أو مري أوتر اسم حالي مرهم عربة أو دم بيسا دين إسلامك كنا ده كقار واحد أمسي إن هو جانك أقص الرأي ورتحلك ما رحتني ماذا إما ذا حوينا قف دمر أقص قبنا كريم تاز مكو عد هاي دليل هان قرانك إنه سنة هواين ما ذحوين أهين هواينك أرتع نقول ما أجي هدا إنه كعد يمكن لواي نقول ملي قرانك إسلام كورن بعنا قانا ملي أرمى هاس علماء بدن أو مفتيال أو عالم كوه حشرة حلقة ويدين كرو أما سوام على ذي أنا بهاد الشرة أما نيروي من الشوق أما مالك الشوق أو أرمى هاس يعني إيجا دون دلالة عنك حوا مالها سوسان أنا وحكا كيف فهمي مرك لكن هدي أي جبردو نسيت هذا إلهي سبحانه وتعالى مركو ساري جبردي إني أوري على تو أو سقال بلود الميسدو أو أي فولتو أو أي دشوا أو نوتشوا أو حنان يسوا أو تربي يسوا هرت نسيت هذا سيد إلهي أقول ترجلي إن لي رهدوش قدي ننكلها هلا قيب ستو ستوس هلا قيب ستو وظلمي إلهي نظالم معه إلهي وحبه ما ظلميه إلهي وعادل عدالة دي سيمالو قد عيسار انتاسو وايو عدالة نمدو حاوي إن شقادي لقيب سدو رقا هويان كسيري وحي كسيرين رقا عن دين أقوان با هويان كسيري وحي كسيرين مجتمع وحي أبا هاي هاي ايد العامل الكثيرة يعني شقالة بضن وحسو سار كينا أي مجتمع وباهي سيدا درتيد هوانك لغم مارمو وين الشقيان أو رجي لسو ساران وحسو ساركي مجتمع وباهنا لكن وحسو سار قف سو سارو وحا اوغو قالسن أو اوغو فيعان أو مجتمع اوغو وحتر بدن إن الموناكسن لسو سارو الما تشكرا آنهين الما آن برعد أهين الما آنهين الما يعني الليته الما عقل له او عافمات قبه او دين له او اخلاق له هدي ما انت هويوينك اي سو ساري لهايين الما سداسا وحا حيست سومالد ما حيستين وحادنا اركيسا او دليل او مركي هولي كسو فكدين رقو اولها وحا بدن با المي بدلمي نوعية بدن وانان قبت شرين با سو بحي ومقعية بدن له او بلشدي وحو لما هيا waxay ku soo kordhiyaan iska daayay marka Soomaali waxay tiraahdaa laba dheri kiriyo mid ba ka buro de intay nafci raadinaysey ilmihi meel haday buuxisay meel bay lumisay barnaamijkan maadaama inta badan aan siyaasad kaga hadlayno en dumarka iimaanaya ama xilalka raba ama mansabka siyaasadeed maqam sare inay ka gaaraan rabaan ama waa hooyo ama waa xaas en hadii hooyadii ay ilmihi iyo qoyskii ama ninkeedii dayacday diiniga laftirkeeda maxaa caqabado ka hor iman kara haddii taas waa wixii aan ka hadalnay ninka een waxyaalo cibaado ah ba diinta islaamku asaga dartiis looga reebay haweenka oo Alla ay ku caabudeyso waxa kamida soonka sunnaha soonka faralka cidna uma deyn karto laakiin soonka sunnaha ah een diintu waxay leedahay hadii ninkeedu uusan raali ka ahayn oo joogo oo yiraahdo afur ana maanta ku baahan oo joogo waa inay afurto وعبادته أي الله كعبوديسي، مركه هدي مر عبادته الله أي كعبوديسي لوجا لوجا رأبي، هدي وحي كسي بدننا وكسي أوليسيه، مركه هدي نكيد ضيعده، وعرورتي ضيعده، وريركا وحسو ساركي سديعني هاي، ده تاس وما ببنانا حرام بكن قنيس الشقدي، إن هوانك حليه أو إسلامك، إن حليه ذي هري، كالن تلك
أما مو قلت لك كل هاي هرت دول إني ماذا حليه ذا شريسي هرت أنا وسياسة ما أقان حق السياسة الدولة ده أنا ما كم فيني ولكن حق إسلامك أنا وإسلام كان حقا أقان أوليه هوينكو وحي كجتشرين إسلامك كالم ونكسن دان والباء لوقعه ويكقب جلتشرين إن حقا وحبرد يوحى أوفي عن حقا داوين تم مجتمع مرك أنا وحانو أركا هوينك وحصو سارك ونكسن هرت إنو إيه إني إلما ونكسن صو ساران هدي كون هوي أي صو سارتو كون الموت أو ونكسن هدي صو ساران شن بقوله ويل شن بقوله قبلود أو ونكسن أي صو ساران مجتمع دن وهاج عاجله توق لما أركين كل عق حدا هاي لما أركين كل واحد له هاي لما أركين كو حقرسن هاي لما أركين ومجتمع دن مجتمع هاج عاجسن أو نظيفون قلها مركو حصو سار كنن كصو سار أي أما وقته جي صو لا صو سار يسو وحا مجتمع وقفة إيد بدن وحصو سار كقويسك أي كصو سار يسو أنا تاسان ديرا قبلنا وح كدر يسا سيدا هادا وحان مقل هاي قبرنا أدنى اللي يرادو ووقويق ما شاء الله أن اسبتالو إيو شامع عادية كلاجية كفرتي وحانو ملايين يا إنتي سو سارتي قبر مدحوينا وحتى ما سو ساري كرتو واقرتي مركا إني سو ساران قبلوه كالمها عافمات كإيقالان أو رقو أوسن قبلها داوين مجتمع إنت أوبادن وادو مركا إنت أوتشير ربادن وادو مركا إني حاقة دو مركا أي وحكا برتان حاقة وحبردو إني وحكا برتان dinaciyadaas inay gabdhuhu ay ku dheeh ku horumaraan ba ayaa ku fiican islaam ahaan dii la yiraahdo gabdhuhu hore kaalin mug leebay ku lahaayeen een ahadiista midalan waxa kamida Aisha bintu Abu Bakr radiyallahu anha een waxay ku dheereysay waxa kamida ahadiista warinteed oo waxay u yiri Nabigu kaleysa salaam khudu nisf diinakum min hadhihi al-humayra war diintina nuskid gabadha caska qaata ragaan ka warinahay een gabdhuhu waxay ku jireen een ruwaada ahadiista waliba waxay ku badnaayeen dadka yaani hadiiskooda markii ay la qaato hadiiska daba galba lagu sameeyaa hadiiskan sanadkiisa inuu sax yahay iyo in kale gabdhaha kuma badnayn in sanadkooda la daciifiyo sanad xoog leebay sanadkooda u badnaayeen marka gabdhuhu xifaaday ku jireen yaani diintii markaas joogtay quraanka ku xifdisan bay ku jireen ku ahadiis xifdisan bay ku jireen een Aisha oo kale cilmiga dibiga wax dhan bay ma artay looga faa'iideystay oo xaq islaamiga oo ay taqaanay waxana waxay ka baratay oo ay leedahay waxan ka bartay intii rasuulku calaysa salaam uu jirana mujtamaaci waxay qaanay oo xaq caafimaadka wax ka qaanay oo iimaan hayay aad bay caaqilad caalimada u ahayd wixii wax ku daweynayeen qaabkii wax ku daweynayeen bay wax badan ka faa'iideystay een cilmiga dibiga in badan baa laga qaatay cilmiga caafimaadka marka gabdhuhu mug weyn bay ku lahaayeen waqtigii hore laakiin muggaasu ma keenaynin in ay mas'uuliyadoodi uga dhaxbaxaan aan adiga hadda macallimada tahay tarbiyada islaamkana waa baratay dadkii ugu horeeyay ee dacwada wadankan Kenya ee bilaabayna waad kamid ahayd ee gobolka Waqooyi Bari waa deegaankaaga ee markaad fiiriso bulshada ama mujtamaaca Soomaalida ku nool qoysku wuxuu aasaas ka bilowdaa horta hooyada ma isleedahay laftirkiina door muuqday horta aad ka sameysteen aad iyo aad waa ka sameeyney anigu een magaalada Garissa oo magaaladeedii ah school ba ka furan hadda la yiraahdo Sumaya Integrated marka een waa school aan oo dadka ka leeyeer North Eastern way yaqaan taqriban 500 iyo wax la jira oo qof baa dhigta ila kunti meeyo qof waa ka shaqeeyaan ila 4 gaari buu leeyahay oo basas iyo minibus iyo isugu jira een shaqaale badan oo ma aragtay een nolol maalmeedkooda ee ka soo saarta jiro ila kontumeeyaa oo ka shaqeeya waxaas waxaan ka bilownay een meel hoose anagoo dumar ah oo group ah oo women sister group la yiraahdo ayaan ka bilownay meeshiina Ilaahay waa nagu guuleeyay meel fiican buu marayaa had een hadii gabdhaha ay ma aragtay 10 gabdhood ay intaas oo kala qaban lahaayeen waxaan u maleynayaa mujtamaaca yaani wax yar baaba ka soo hari lahaa wax ka soo haraan ama waxba kama soo hareen marka gabdho badan oo waxay qaanana way jiraan een hadda gobolka een Waqooyi Bari
وديجان كأدرك سوتشيدو نقف وحبرتنا واتها معلمنا واتو وادنا دتك كل حجرو أقان دي مد إلى هيسي مركز في رسالة دتك كل نول ديجان هذا سات صامالي ده وادت غير جورة أنت بدن وررمي هو جورة حول رعتها أقان تي مادي هاي بابا جابس مد ديني أنا وحلاقي أبقى نسن كات سنين إسلام هاي هرتها هواين كلفت الكود وحاسة أوبهنال هاي إن دين تلاقيه لسه سلوه له مجتمع نظيف وصوص على أرضي أما الماء بري مستقبل كإسلام كيقويس كمان في عدونا أد إي أد وحالي هذا هو يهدي للديار قريه أو حلبره مجتمع دمبا وحلبري هدي ويل للدياريين هالقف با وحلبري هو يدنا ومدرسه واسكول لن way gurgi iyo inta ku nool iyo inta marti iyo mudana joogta ay hooyo u tahay haddii iyadu toojihaadkeeda iyo tarbiyadeedu ay wanaagsan tahay kuwaas bay tarbiyadu siinaysa hooyoyinkana meherka ay ka gel karaan mujtamaa ma ka gel karaan ragu marka wax soo saar weyn bay ku leedahay way ka soo saari kartaa xagga maadiga iyo xagga diiniga aad iyo aad qofkuna haduusan anigu sida aan aaminsanahay la wixii aan aqoon u leeyahay baan ku hadliya sida aan aaminsanahay waxay qofku haduu san diin lahayn yaani sidii saba man la diin lahu la amanata lahu qofan diin lahayn amana male yaani wixii lagu aamino iyo wax soo saarkiisa wixii soo dhan haduuna mar qofka uu iska ilaalinayo usan alla ahayn subhanahu wa ta'ala wax soo saarkiisa waxa laga yaabaa in wax ka dhiman yihiin laakiin haday diin leedahay wax badan bay soo saari karta anagu waa ku guuleysanay ila heer aan ku gaaray in maartay jaaysa la isiiyo oo حلقي دولة كباكي جاي سأل إسي حتى بلد بل إسي أو بلد شرفة وحقبت كي أنا ما أرتي كم تيستي مركب قبل أبداً أو بتيستي أما قاعتي بلدها سنوي كيران أو كشقة لكن حق عافي ما تكي وحي أبداً حق مادية مركب قبل هذا وحن كلت تلين لا قبل ولا بوحي تقانه قبلها مادية وحن كحسوستا قبل رمانة اللي يراده وهي قاعدتي أو نارسنكا naarsi ku shaqeysa gabar khadiijo la yiraado isbitaalka ka dhigtay ee looj caalamiyana wuu jirtaa shaqad khadiijo ma sha Allah dhaqtarad ahayd marka gabdhuhu meeshay galaan waxbay ka soo saari karaan haddii wax la baro gabdhaha way in marka hore wax la baro oo la dhiso markaasay meeshay galaan ba wax ka soo saari karaan ama maadi ha ku soo saarto ama diin ha ku soo saartay in hadda wadankan aan joogno Kenya waa in islaam badan ku nool hadana laakiin waa wadan aan islaam ahayn hoggaankiisa marka la fiiriyo مجتمع مسلم قال والود النوري هاي سدال له هذي كراين بلشوا إسلام وولي قبل لا هو دمر ومعلمين دكسية أو إنه يوحبران إن علمه سله العلم تربية سن وحلاقي معلم كدكسية كفرية يا معلم هذا يدنا دكسية القرآن كجوكت إن علمه حق والد وإن حريستي وحبرستي عنو قد يبعت سن كان أفهم كيس اللي تو هو يد وكذا وده هاي مس ما حاوس ما يمسن قبل دكسية دي القرآن كله وريه way jiraan way yariin laakiin waa jiraan gabdha jira dugsiyahaa gabdha xifaad ah jira quraanka xifdisan gabdha sanad haysta jira oo quraanka yaan wax sanad la yiraado leeyo tajwiidka quraanka aqriskiisa ku haysta jira gabdha dugsiyahaa jira laakiin insha Allah waa ku tala jirnaa inaan waasicno oo balaarino gabdha badan oo wax yaqaan oo guriyahooda fadhiyana ay soo baxaan gabdha madrasooyin furay ba jira gabdha madrasooyin furay hada mid aan meel kale yiraado kalaleeshi mid ba ka furan aan mar marka bixin jiray muhaadaro gabdha furay haligan gabdha ka akhriya feeda gabdha ka furay ma aragtay madrasa ka furay way wadaan gabdhuhu maasha Allah laakiin waxaysan wali gaarin heerki laga rabay wali ma gaarsiisna balse waa way gaari doonaan insha Allah gabdhaha islaamku fahmay ma yara marka way wadaan إن شغل خديجة واحد كشقيني سو واحد إلهي رالك يا قيرة مرة دي دين إسلام آت كشقيني سو إن مركة آت فيرس سو قبرنا قرآن كبرتي ينن كرجع دين تبرتي اللي بدو ذلما ما علنا واسكو أقوانا ما حد سلا ذا قف كاسا جود بين كونا سل المها مركة اللي حكلو سدوا ذا المها يرير حتى نظام كان كله مادية مثلا المها ناصر أوكل بيبيجا ناصر بريونت كلمة haween baa badi loo tababara waxa loogu tababarayo oo qayb dhan oo ma aragtay in tacliinta kamid ah oo aasaaskeedii ah ilmaha waxa loo tababara sida badan haweenka waxa loogu tababara waxa weeye yaani ilmuhu markaas oo kale naxariis bay u baahan yihiin haddii naxariisti hooyada ka soo baxaan hooyo kale oo u naxariisata yey u baahan yihiin
مركا سيدا درتيد قبلوهونا عرنتاس دور وين بي كليهين واي واحد كسو قادا هدي يرتهي هدي وين تهيبا قلت هدي يريرين علمهي ايادا نمانك كان حريس بدن حق المعهان كورقبك وغان حريس بدن ان واحد بدن او رقو عن كوغان كريم بي كوغان كرتا ان حتى هدي وين way la fadhin kartaa way farbari kartaa gacanta la qaban kartaa ee ninkii waxanba u banaaneen inuu gabadhan gacanta la qabto marka waxyaalo badan bay ka gali kartaa xagga ilmaha iyo xagga weenkaba gabadhu wax barideed ay ka gali kartaa en ugu dambeyn en shaqad Khadija en wax laga yaba dad badan oo macallimiin ahayn ama dad caadi ah oo dhibaato ka qaba jira marka ilmaha dugsiyada geystaan oo kaleeto en maxaad isleedahay waxaas ay kaga faa'iideysan karaan oo loo sameyn kara oo loo xoojin kara in gabdhihi loo sameeyo gabdho tababarayaal ah oo la diyaarada macallimada tahay inaad gabdh si tababarto si ayadu mid kale u si tababarto oo mujtamaac badan oo dadka dhex gali kara ay u noqdaan horta waa arin fiican en arintaasna waa lagu dhex jiraa hadda masaajidka Hidaaya meel baa laga furay oo macad gabdhaha lagu tarbiyeeyo oo lagu tababaro إن شاء الله وحال الرجال يا قبل إن الصوت صار أرنت أسمع وأرن مهمة وهاي الدكسية ذا لبعتوين بدن ونقول هاي أن حتى قار كود أن كل شيء كين كريم بكتيرة دكسية ذا رجع قديقه خاصة قبلها قديقه مركا إن قبلها لا تبربه أو قبل بدن أي صوب حان قبل بدن ونقول هاي أو حبرتي أو مركا يجورس ذا قريود إسكفرديان وحان أرى الله ساق عن هاي ماذا معاهدة تبربك anoo hadii la iga baranayo intii aan aqaan diyaar baan u ahay si ay gabdhuhu isku filaadaan oo khaasatan ay uga haqabtiraan gabar inaan nin wax barin oo ayagu ay gabdhuhu wax isbaraan arintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynaya waan u dhirgelinaya diyaar baan u ah nafrinta aan gudbinahay waxa weeye aan awalan waxaan u gudbinahay rag waxaan ugu gudbinahay ayaga ilaahay subhanahu wa ta'ala siduu diinta noogu sheegay ayagu haweenka mas'uul uga dhiga mas'uulkii waxa la rabaa marka hore gabdhaha in wax la baro oo gabdhii la soo saaro oo si fiican wax loo baro oo gabadhu meeshay wax ka barataba way ka soo saari kartaa wax gabdhii wax la baro taas ragaan u jeedinaya mas'uulka gabdhaha wax bartay waxaan u jeedinayaa wixii ay barteen inayna la fariisanin en al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar رجع يدمر كبو كدحية إلهي سبحانه وتعالى وحليه أن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر رجع مؤمنين تأيها وينك مؤمنات كا وقال لهم يجي وحي إسفر كران أن وناج حمانتنا وإسكري بكران قاركود قارك كله أي يقول كيه مرك ما دام إساس هاي قبله وشاحي رجع وحي كقيب قادن كران دعوة gabdhuhu markii inay dacwada ka qayb qaataan oo si kasto uga qayb qaadan karaan uga qayb qaataan baan gabdhahana fari lahaa een waxaan ku ugu dari lahaa ragga inay ku caawiyaan gabdhaha een markay guursadaan inayna ku ekeynin inay gabadhu asaga kaliya u adeegto ee bulshadana inay u adeegto oo mujtamaaca wixii ay dheer tahay si ay ma arto ugu faa'iideeyso arintaasna inay raggu ku gacan siiyaan gabdhaha mid dhalay iyo mid ay u dhaxdayba arintaasna waa kula dardaarmi lahaa inta aynu gudaha ku soo gabagabeynayna barnaamijka wareysiga toddobaadka oo martay aynu ugu heeyay sidaad arkayseen Sheekh Khadija Sheekh Aadan Shire oo ah macallimad si weyn u baratay arrimaha diinta ama tababarka tarbiyada ee Islaamka waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah soo siisay iyo sidaad barnaamijka nagala qayb gashay ilaa shukr cal waajib adigana ajar iyo xasanad Allah ka siiyo waa kulligeen aad u mahadsantahay waa adaa mudan